التحكيم هو او الحكم المرشح لاداره هذا اللقاء. يعني احنا لسه منتظرين الاعلان الرسمي، لكن احنا بنقول لحضراتكم ما يتم تداوله حاليا. هو البرازيلي اندرسون دارونكو، وهو من مواليد 81، واحترف كره اليد كان في فتره شباب، وبعد كده عمل كمدرس للتربيه البدنيه، وبعد كده اصبح حكم محترف وحصل على الشاره الدوليه، ده كان عام 2015. هو عنده دلوقتي 43 سنه، وبيعتبر من مفروض حكام الصفوه في امريكا الجنوبيه، وسبق ليه كمان اداره مباراه القمه في الدوري السعودي بين الاهلي والنصر، ده كان سبتمبر الماضي. يعني عنده خبرات قويه جدا. المفروض ان هو بيعرف كمان ان هو اقوى حكم في العالم نظرا ل يعني جسمه. ناس كتيره كانت معلقه امبارح، قال لك طب لو اي لاعب من اللعيبه اعترضت على اي قرار لهذا الحكم وده اصلا وارد، طب هو ممكن يعمل فيه ايه؟ طبعا كانت حاجات زي كده هزار على السوشيال ميديا، يعني ان هو فعلا لو في صوره يا ريت نعرضها بعد اذنكم. لا هو يعني وزنه مش عارفه تقريبا 90، طوله 188 او 190 حاجه زي كده، فهو بنيانه او شكله الخارجي يخوف، لكن ده ملوش علاقه طبعا بالتحكيم، ملوش علاقه بالمباراه، ملوش علاقه بشغله اكيد يعني. طيب خلينا نطمن وخلينا نعرف الوضع ازاي ونطمن بغض النظر بقى عن الشكل. هذا الحكم وفكره اختيارنا ليه او اختيارهم لتحكيم برازيلي، هل هو الافضل ام لا؟ خلينا نعرف طبعا من كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي اللي معانا على التليفون دلوقتي. كابتن ناصر صباح الهنا وصباح الخير، وباذن الله ربنا يوفقنا يوم الجمعه. انا متفائله بشكل كبير جدا باذن الله. صباح الخير على حضرتك يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان. متفائل يا كابتن؟ ده سؤالي الاولاني. بالنسبه للحكم ولا بالنسبه للمباراه؟ لا بالنسبه للمباراه الاول. طبعا حضرتك بتتكلمي كلام جميل جدا. عاوز اقول حاجه بدايه، ان اذا كان هذا الحكم هو حكم المباراه، هو انا بعتبره حكم من الحكام المحظوظين ان هو بيدير ديربي الاهلي والزمالك اللي بيعتبر اقوى واهم الدربيات على المستوى الافريقي والعربي. وده مش كلام ولكن دي حقيقه فعلا، بل على مستوى العالم الهواند يعني هو بيحتل مركزا متقدما في الدربيات العالميه. فهو محظوظ، يعني هو محظوظ ان شاء الله ان هو ادار المباراه، ان يتحط في السي في او في تاريخه التحكيم ان هو ادار هذه المباراه الكبيره بين الاهلي والزمالك. هاخد من حضرتك حاجه مهمه جدا وانت كنت بتتكلمي من شويه عليها، ونفسنا نشوف متعه كرويه من اللاعبين، ودي مباراه كبيره قوي قوي كل بيشاهدها يا نهاوند. انت اتكلمتي في نقطه مهمه جدا، المتعه. والمتعه لا تاتي ابدا من اللاعبين فقط داخل ميدان اللعب ولا من الجماهير، ايضا المتعه بيدخل فيها عنصر التحكيم. هتقولي لي ازاي الكلام ده؟ هقول لك ان الحكم دايما وابدا بيبقى عنصر اساسي في اضافه المتعه لهذه المباراه. ازاي؟ يعني قلنا ان الحكم لما بتكون قراراته التحكيميه عادله بيكون وسيله مساعده للاعبين داخل الملعب مش وسيله ضغط، وده شيء صح. مهم جدا صح. ان انت بتدي ارتياحيه للاعبين في الملعب ان هم يلعبوا براحتهم، ما تبقاش انت ضاغطهم او يعني انت عندك القانون وبتستخدم القانون وسلطه القانون، ولكن القانون في تحقيق العداله التحكيميه. صحيح. ده بس مبدئيا بنتكلم عشان البعض يمكن خد الموضوع ان هو حكم قوه بدنيه وجسمانيه، لا هو الراجل هو ده تكوينه، ولكن اكيد التحكيم بيبقى ليه شكل تاني خالص. ايوه ما قعدوا يهزروا ويقول لك ده لو اعترضنا زي ما كنت بتكلم، يعني طبعا يعني في السوشيال ميديا كابتن ناصر ما يعني ما بترحمش يعني بالظبط ده العادي، بس هي ملهاش علاقه طبعا بالاحترافيه وبشغله والكلام ده طبعا شكل تاني. هنروح للحكم الهواند، هو زي ما حضرتك قلت كده وسردت السيره الذاتيه ليه. هو 43 سنه حكم دولي من 2015 او 14، يعني لم يحالفه الحظ في ان هو يروح كاس عالم 2014 في البرازيل، لان هو كان لسه حصل على الشاره الدوليه في هذا العام. اللي بيروح كاس عالم بيبقى على اعتقد بيبقى يعني بيقعد فتره عقبال ما الاتحاد الدولي بيراقبه وبيشوف مبارياته. بس هو كان عنده فرصه ان هو يروح 2018 كاس العالم اللي هي في روسيا، للاسف هو لم يرشح لهذه البطوله. وكان عنده فرصه ان هو يروح 2022 في قطر اللي هو كاس العالم في قطر، ايضا هو لم يذهب لكاس العالم. هو مصنف في امريكا الجنوبيه، ادار مباريات في كاس الليبرتادورس، وادار بعض المباريات في كوبا امريكا. اعتقد التصنيف مش عالي قوي، يعني تصنيف في التحكيم مش جامد قوي، ولكن انا يهمني، يعني انا يهمني احيانا بيبقى الحكم مصنف على مستوى عالي نهاوند وبيبقى مش موفق، انا يهمني ان هو يكون موفق زي ما قلت حضرتك المباراه،
هيبقى التحكيم وحكام الفار ليهم دور كبير جدا 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 في ان المباراه تخرج بالشكل اللي يليق بيها وبالترتيبات اللي اتعملت لهذه المباراه. تحكيم مهم جدا. انا بقول له يعني انا بقول له انت يعني محظوظ تاني انك انت تدير هذه القمه اللي الكل بيشاهدها وبيشوفها، من فضلك حاول انك انت تحقق العداله، تحقق بالظبط. يعني هو محظوظ، بس نتمنى ان احنا كمان نبقى محظوظين بتحكيمه لمباراه مهمه وكبيره زي دي يعني حقيقي. بالظبط الهوان دي، يعني انت محظوظ وحاول انك انت يعني تقدم مردود طيب، لانك انت هذه المباراه بالنسبه لك زي ما قلت مباراه كبيره جدا جدا، ديربي من اهم الجرديات الموجوده في افريقيا وفي الوطن العربي وفي كل الدنيا. عندك الحكام الفار، ودي انا بقولها هو يمكن من خلال البرنامج، يا ريت الحكام الفار تكون متعاونه مع الحكم الهوان، لان شيء مهم جدا حكام الفار لما بيكونوا بنفس عقليه الحكم بتلاقي الامور متسهله، يعني الحكم الفار ما بيجيبش الحكم في حاجه ممكن مخالفه للبروتوكول، وكذلك الحكم بيكون دايما دايما لما الفار بيجيبه بيبقى متفاهم الفار بيجيبه ليه. بشكل عام بنقول ربنا يوفقه، يعني ربنا يوفقه. هو مش من حكام الصفوه البروفيشنال في اوروبا ولا في امريكا. طب ما جابولناش صفوه ليه طيب كابتن ناصر؟ احنا عايزين صفوه بقى. والله نقطة مهمة جدا، عارف أقول لك على حاجة مهمة. يعني الموضوع مش مستحمل الحقيقة. عارفة يعني لما بيجي حكم ده، يعني احنا بنجيب حكم، ويمكن أنا كنت في لجنة الحكام جبنا يمكن حكام العالم اللي هم أساطير التحكيم في العالم جم أداروا هذه القمة. يعني النهاردة أنا ماسك التطوير في الاتحاد الدولي ماسيمو بوساكا، يعني جه أدار الأهلي والزمالك، النهاردة هو ماسك قسم التطوير بقاله يمكن 6 سنين في الاتحاد الدولي. جبنا حكام على مستوى عالي لهذه القمة. هو احنا ليه بنجيب الحكام على مستوى عالي؟ نودي لان احنا عندنا حكامنا هذه المباراة بالنسبة لهم هم بيشاهدوا، بيشوفوا مدرسة تحكيمية أخرى، بيستفيدوا. إذا الاستفادة ما بتجيش بس إن الحكم القمة بيجي يدير هنا وخلاص، ولكن كمان حكامنا والناس بتشوف مدرسة تحكيمية تانية. الحكم تاني البرازيلي تاني بقول من فضلك أنت يعني محظوظ تاني، خلينا نبقى محظوظين بأدائك، بهدوءك، بتوفير البيئة الآمنة للاعبين داخل الملعب، بتحقيق العدالة التحكيمية بصرف النظر عن حاجة. دي أكيد أكيد هتخلي شكل المباراة يطلع بشكل حلو جدا، يمكن هيكون ختام لكل المجهود اللي تم في هذه المباراة يا نهوان. أنا بتفق مع حضرتك. طب أنا عندي سؤال مهم جدا برضو عايزة أخد رأي حضرتك كابتن ناصر. دلوقتي إحنا لما سمعنا عن تطوير التحكيم وبريرا وهذه الخبرة أجنبية اللي بنعتمد عليها عشان نطور التحكيم والقرارات اللي كان يعني اتكلم بشأنها وأصدرها تحديدا الشهور الأخيرة من العام الماضي، وقال لك كده تحديدا وحتى تم انتقاده وفقا أو بناء عليها، قال لك أنا مباريات القمة بعد كده هيتم إدارتها بحكام مصريين. وقتها الصحافة كتبت والناس طلعت في التلفزيونات وانت جاي بقى هتفرض علينا والكلام ده عمره ما هيحصل والجماهير مش هتقبل وانت فاكر نفسك ايه، انتقادات كانت لازعة جدا. والراجل بيتكلم ان ده أصل ان ده الطبيعي ان المصريين او المحليين هم اللي يحكموا الماتشات اللي هي ماتشات القمه بتاعتهم. راي حضرتك اصلا في التصريح ده ايه؟ وهل ممكن فعلا يتم عندنا ولا لسه بدري علينا؟ لا هو فعلا تم يا نهواندي، يعني احنا يعني نتكلم على الفتره اللي فاتت. اولا خلينا نتكلم، احنا عندنا حكام دوليين هم مصنفين، يعني مش عاوز اقول ان في حاجه مهمه عاوز اقولها لك، ان عندنا حكام مصنفين اداروا بطوله الامم الافريقيه. حكم اندرسون اعتقد ما لم يدير بطوله اللي هي كوبا امريكا لم يديرها. عندنا حكام مصنفين الاتحاد الدولي تم اختيارهم في اخر معسكر، المعسكر التحضيري لكاس العالم 2026، عندهم القدره ان هم يديروا هذه المباريات الصعبه. وبالتالي هو كان الراجل كان وجهه نظره ان اي مباراه اهلي وزمالك يديرها على طاقم تحكيم مصر. بالظبط. انت عارف القرار ما بيبقاش من لجنه الحكام فقط يا هواند، القرار بيبقى اتحاد الكره ايضا هو المسؤول عن اللعبه، وهو بيشوف الافضل بالنسبه لهذه المباراه. هو كان مصمم جدا، وانا بتكلم لحضرتك وانا عارف كويس قوي، مصمم جدا ان يدير هذه المباراه طاقم تحكيم مصر. بالظبط. وهو دوت اللي قاله في الفتره ساعه ما جه. واعتقد ان فعلا في الفتره اللي فاتت في دور السوبر، لو انت حضرتك تفتكري اللي ادار دور السوبر كله بالكامل كانوا حكام مصريين في الفتره اللي هي كانت اتلعبت في الامارات. الاختيار الحكام
مش بس بيدخل في نطاق عمل لجنه الحكام، ولكن اتحاد الكره بيبقى دور كبير فيها. انا فاهمه، بس راي حضرتك لو المباراه دي مباراه القمه، هذه البطوله ما كانتش اتلعبت في السعوديه، كانت اتلعبت على استاد القاهره عندنا زي ما كان مفروض، لو كان ادارها حكام مصريين، حضرتك كنت مع ولا ضد هذا القرار؟ بالاضافه كمان عايز اضيف هنا، هل اصلا ده كان ممكن يحصل، ولا كان ممكن يبقى في تخوف من الجماهير الاهلاويه والزملكاويه في فكره التشكيك الدائم من البعض منهم مش من الكل؟ شوفي، سؤالك سؤال مهم جدا. ان هو بتكلمي على مباراه، في فرق كبير جدا ان هذه المباراه تقام في القاهره، يعني اصلا تنظيمها كله بيبقى في القاهره هنا، وبالتالي لما يبقى في طاقم تحكيم مصري اعتقد بتبقى الامور مقبوله بشكل كبير. ولكن لما نيجي نقول ان هذه المباراه تنظم في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، ليها احتفاليه، يعني انا بقول من وجهه نظري على اعلى مستوى، يمكن ما فيش اي عنصر نقدر نقول ان هو يعني مش هيخلي الشكل حلو، يعني كل الامور والتجهيزات والتحضيرات هناك هتبقى على اعلى مستوى. هم من وجهه نظرهم حاجه مهمه جدا، ان انت لما تجيب طاقم تحكيم اجنبي في ظل هذه المباراه اللي هي اجواءها دايما مختلفه عن القاهره بترتيباتها باحتفالياتها، انا اعتقد ده شيء مقبول، يعني من وجهه نظري مش هقول رفع الحرج عن حكامنا، ولكن خلينا نقول الشكل الجمالي مش عاوزين حد يطلع يقول ان كان التحكيم له دور في حاجه معينه. هذا كابتن ناصر، اقول لك انا حاسه ان حضرتك محرك سنه تجاوبني، معرفش ده الاحساس اللي جاي لي. انا عايزه اجابه، حضرتك شايف لو كانت المباراه دي اتلعبت على استاد القاهره وكان طاقم تحكيم كامل مصري، كان هيحصل تشكيك ولا كان الموضوع هيتم الموافقه عليه؟ في القاهره مش هروح بعيد، لا اتلعبت هنا في القاهره وكان طاقم التحكيم مصري. وهقول لحضرتك على حاجه، مباراه قمه نهائيه ما بين اهلي وزمالك، قمه هتكلم، يعني عندنا محمود البنا ادار هذه القمه، عندنا امين عمر ادارها، محمد عادل ادارها، محمد الحنفي ادارها، انا بتكلم اهو كل الحكام دولت اداروا القمه بكل توقيتاتها، محمد الحنفي، ابراهيم نور الدين اداروا القمه ونجحوا فيها بشكل كبير. يا نهاوند أنا مفيش كلام، أنا بقول لك التحكيم المصري بخير بخير بخير، عندنا حكام على أعلى مستوى، مش محرج ولا حاجة، ولكن لو كانت القاهرة المباراة في القاهرة أعتقد كان طاقم تحكيم مصري هيدير هذه المباراة بكفاءة وبعدالة، ويعني على قد هذه المباراة حكامنا يعني أعتقد بيأدوا بشكل. طيب أمال ليه يا كابتن ناصر تم يعني السخرية والانتقاد اللاذع لقرار بيريرا بهذا الأمر؟ يعني حضرتك أكيد تابعت قد إيه ناس اعترضت على فكرة إن مباراة القمة تحديدا تكون مدارة بحكام مصريين، قال لك إحنا عندنا أصلا مشاكل تحكيمية كبيرة، ونسبة الأخطاء بتبقى متعدية النسبة العالمية 10% المقبولة، فمستحيل إن إحنا نقبل حاجة زي كده، لأن الانتماءات هتدخل كمان تحديدا، بتتكلم عن أهلي وزمالك، فليه كده حصل من وجهة نظرك؟ هو الحقيقه طبعا نواند احنا عاوزين حلقه عشان نتكلم في الموضوع دوت، موضوع كبير جدا دي حقيقه. ولكن هو راجل طموحه ان يعني هنتكلم الحكام من 3 اسابيع تم تكريمهم من معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي من اتحاد الكره على ادائهم المتميز في بطوله الامم الافريقيه، فهو كان ادي فرصه يعني التكريم اللي جه ده نتيجه ادائهم المتميز في البطوله، وبالتالي هو من وجهه نظره لما بتبقى مباراه زي دي كبيره زي ما قلت ده جرب كبير قوي، الكل بينظر ليه. يا نهاوند يعني ايه؟ يعني انا النهارده الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي متابع كويس قوي قوي حكام، لما انت تدي له فرصه في اداره هذه المباراه الكبيره قوي، ده معناه انك انت بتسوق ايضا حكام، خلي بالك طبعا، وبتوصلهم لنقطه بعيده جدا جدا. هو ده كان من وجهه نظره، وطبعا هو بيتكلم على وجهه نظره، وكان محايد جدا ان الحكام المصريين يدوا هذا القمه. زي ما قلت لحضرتك الامور ما تبقاش خاصه بقرار لجنه الحكام فقط، اتحاد الكوره حقيقه اتحاد الكوره هو مسؤول طبعا عن هذه المباراه، وزي ما قلت هي اجواء المباراه النهوانده هي بس هي النقطه الفاصله، يعني في فرق لو المباراه في القاهره اعتقد ما كانش هيبقى في مشكله طاقم تحكيم مصري، ولكن انا كنت اتمنى ان هذه المباراه يديرها طاقم تحكيم مصري نتيجه المجهود الكبير والرائع والاداء المتميز في بطوله الامم الافريقيه، ولكن البعض يرى وجهه نظر، احنا بنحترم على فكره يا نهوان بنحترم وجهه النظر الاخرى اللي هي بتتكلم في ايه؟ بتقول ان ده مهرجان كبير عالمي في كل حاجه جميله وحلوه، خلينا نتكلم على التحكيم، نجيب حد من بره وهو طبعا ما بقاش جاي محمل بضغوط، وبالتالي مش عاوزين يسيبوا فرصه ان المباراه تطلع فيها اي عنصر يعني يخلي المباراه تطلع مش
بشكل كويس. تمام كابتن ناصر، كالعاده يعني بشكرك جدا جدا على هذه المداخله، وزي ما حضرتك قلت احنا محتاجينك تبقى معانا بقى ان شاء الله في فقره عشان نستفيد وناخد راحتنا كمان في هذا الملف اللي هو اعتقد من الملفات الهامه جدا وهتفضل مهمه جدا على الساحه الرياضيه حاليا تحديدا كمان في مصر. اشكرك جدا كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي.